بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. We are going to continue in biotechnology course, basic biotechnology course. Today's lecture is about DNA sequencing specified for chemical cleavage method, Maxim and Gilbert method. What is DNA sequencing? إيه هو DNA sequencing؟ The process of determining the order or the sequence of nitrogenous bases adenine, thymine, cytosine and guanine in a given DNA strand. يعني إيه هو DNA sequencing؟ إن أنا عايز أعرف ترتيب النيوكليوتيدات بتاعة الأدينين، الثيمين، سيتوزين والجوانين. What can the DNA sequence tell us؟ إيه اللي هيفيدني من إن أعمل DNA sequencing؟ أربع أشياء أساسية هي: First, predict the sequence of amino acid of a protein encoded by the DNA. يبقى عندي DNA بعرف السيكونس بتاعه، يبقى أتوقع إيه الأمينو أسيد هتكون شكلها إيه، البروتين هيطلع منه. اتنين، second, determine the composition of RNA molecules encoded by DNA. For example, ribosomal RNA and transfer RNA. ببقى عايز أعرف إيه تركيب الـ RNA اللي بيطلع لي بـ DNA، سواء messenger RNA أو ribosomal RNA أو transfer RNA، بقدر أعرف تركيبهم من خلال إن أنا أعرف ترتيب النيوكليوتيد بتاعتها. Third, locate the position and determine the composition of introns in a gene from eukaryotes. زي ما احنا عارفين لما بيطلع ال RNA، لما بيحصل transcription لل RNA من ال DNA، مش كل ال DNA بيتقري ويطلع منه DNA، الحته اللي ما بتتقريش بنسميها introns. فببقى عايز اعرف ايه الجزء اللي بيقرا من الجين دوت والجزء اللي ما بيقرأش وبيوصل المعلومة للـ RNA. بعمل سيكونسنج للـ RNA وبعمل سيكونسنج للـ DNA واشوف الفرق بينهم واقدر اعرف الانترونز اللي هي لم تترجم. Fourth, characterize the complete genetic makeup of an organism. Genome sequencing بقدر اعرف تركيبة الجينية الكاملة لأي organism بان انا اعمل سيكونسنج للجينوم بتاع هذا الكائن. There are three main methods of DNA sequencing. في ثلاث طرق أساسية لعمل DNA sequencing. أول طريقة chemical cleavage methods developed by Maxim and Gilbert. أول طريقة هي طريقة كيميائية واللي عملها اثنين علماء اللي هو ماكسيم وجيلبرت. تاني طريقة enzymatic chain termination method developed by Sanger، ودي اللي عملها Sanger. وفي automated methods، ودي الطريقة الأوتوماتيكية، ودي في منها كذا طريقة هنشرح منهم طريقة في محاضرة جاية إن شاء الله. chemical cleavage method. This method needs to use fragment about 500 nucleotides for using DNA sequencing. ممكن احضرها، يبقى انا بحتاج جزء من الدي ان اي طوله ما يقلش عن 500 بيز او نيوكليوتايدز، بقدر احضرها من خلال ريستريكشن انزيم دايجيشن او بالبي سي ار، وطبعا بستعمل في حاله سبيسيفيك برايمر عشان احدد المنطقه اللي انا عايز اعمل لها دي ان اي سيكونسنج. This method is reliable for sequencing up to 250 to 300 نيوكليوتايد ات ا تايم. الطريقه دي بتبقى محتاجه ما بتقدرش تقرا، بتقرا من حوالي من 250 اقصاها 300 بيزز في الرياكشن الواحد. لذلك لو عندي دي ان اي طويل باخده على مراحل. The technique requires that target DNA is end labeled. لازم عندي يكون الدي ان اي اللي انا هستعمله يكون end labeled، يعني في حته راديو اكتيف او فلوروسينيه عشان اقدر اشوفه واحدده على الجيل. Involves modification of the bases in DNA followed by chemical base specific reaction. دي بتستعمل تعمل modification، تحوير في النيتروجينس بيس
وبيحصل وبيتليها ان بيحصل كليفج كيميكال كليفج ان بيتكسر في المنطقه ديت عشان خاطر نقدر نحدد. يبقى انا عندي ذا كروشيال ستيبس ان ماكسيم ديلبرت بروسيدور از سبيسيفيك كيميكالي induced cleavage at one alone or two at a time of the four nucleotide bases. يبقى الحاجة الأساسية اللي في الكيميكال كليفج ميثود إنها اللي هي طريقة ماكسيم أند جيلبرت إنها بتعمل كيميكال كليفج عن نيوكليوتايد واحدة في وقت واحد أو اتنين نيوكليوتايد في وقت واحد من الأربعة نيوكليوتايد اللي هي الـ A والـ C والـ G والـ C زي ما هنشوف في السلايدز اللي جاية. إيه هما بقى الثري ستيج بروسيدور ديت؟ أول حاجة بيحصل موديفيكيشن أوف ذا بيس، موديفيكيشن أوف ذا نيتروجينس بيس. أول حاجة بيحصل موديفيكيشن للقاعده النيتروجينيه اللي موجوده في النوكليوتايد. احنا في النوكليوتايد متكونه من شوجر ماسك في كربون نمبر 1 نيتروجينس بيز وماسك في كربون نمبر 5 3 فوسفيت. تو ريموفال اوف ذا موديفايد بيز فروم اتس شوجر. تاني خطوه الموديفايد بيز اللي حصلها موديفيكيشن هنا يحصل لها ريموفال تتشال من البنتوز شوجر. فاينالي ستراند سيجن از ذا شوجر. بيحصل ان الشوجر ده عنده بيتم قطع النيوكليوتيد عند الفوسفيت عند 3 برايم وعند 5 برايم ويصبح الدي ان ايه يتم قطعه في هذه المنطقه زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه. ناخد الطريقه عامه. يبقى انا عندي الكيميكال كليفج ميثود، اول حاجه بحضر دي ان ايه، وطبعا اي دي ان ايه بيتحضر عاده بيكون دبل ستراندد. بنعمل اند ليبل للدي ان ايه دوت، فعند ال 5 برايم اند من الناحيه دي و 5 برايم اند من الناحيه دي. بخلص من جزء من الناحيه دي بقطعها بالريستريكشن انزيم زي ما احنا شايفين، وده اعمله ديسكارد. ما ينفعش اشتغل على دبل ستراندد، بعمل دي نيتشرنج فبيبقى عندي سنجل ستراندد دي ان اي ويبقى اند ليبل. There are four specific sets of chemical reactions that selectively cut the DNA backbone at G, A plus G, C plus T, or C residues. عندي أربعة رياكشن بحطهم عند أربع أنابيب بيحصل فيهم إن أنا بكسر الكيميكال ريزيديوز اللي فيها ديت زي ما هنشوف. يبقى عندي الأربع أنابيب ذا كليفج إز دان أز فولو. جي سبيسيفيك كليفج، يبقى عندي كليفج سبيسيفيك مخصوص للجوانين، وده بيتم الدايموسيل سلفيت ويتبعه إن الـ إن الـ إن الستراند دي تتكسر بالبيبريدين ده، وبحطه في انبوبه رقم واحد وبسميها جي دي، بحط فيها دايموسيل سلفيت وبحط معاها بيبريدين عشان خاطر زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه. تاني انبوبه بكتب عليها جي اي جوانين ادينين، وده بيحصل دي بيورينيشن ده لاي قاعده بيورين. احنا عارفين بيورين موجود في الجي والاي، عند اي قاعده بيورينيه فهت اما كسر لي اما جي يا ده يا ده، وده بيتم برضه بالدايموسيل سلفيت. لكن بحط بس الفرق بين الانبوبه دي والانبوبه دي اللي بزود عليها مايلد اسيد. مايلد اسيد يعني حمض ضعيف زي الفورميك اسيد، ده بيبتدي يحفز الدايموسيل سلفيت والبيبريدين انهم يكسروا بوث جوانين اند ادينين. تالت انبوبه بكتب عليها سي تي، ودي سيتوزين ثايمين كليفج. ده بيبتدي لو حطيت هيدروزين فورد باي بيبريدين بيبتدي يكسر لي اي قاعده فيها سيتوزين اللي هي البايراميدينز سواء سيتوزين او سيميدين. اي قاعده فيها سيتوزين، اي نيوكليوتايد فيها سيتوزين، نيوكليوتايد سيتوزين او سيمين يبتدي يكسر عندها الاثنين. رابع انبوبه بكتب عليها تي. هنا لو في نفس الانبوبه نفس الرياكشن ده حطيت عليه هاي سولت، بيبتدي الهاي سولت ده يحمي بروتكت ذا ثايمين بمنعها انها تتكسر، فيبقى اي عندي اي رياكشن هنا بيبقى بيطلع ثايمين. نشوف الكلام دوت في تيوب نمبر 1 اللي انا كاتب عليها جي جوانين. ادي تركيبه الجوانين زي ما احنا شايفين. الجوانين بيكون اي نوكليوتايد بيكون اساسا من بنتوز شوجر ويبقى دي تودو اكسي ريبوس. عندي كربون عندي هنا، لو شفنا التركيب هنا هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعندي هنا تركيم برضه عشان افرق بين التركيم ده والتركيم ده بحط 1 برايم 2 برايم 3 برايم 5 4 برايم 5 برايم. عارفين الجلوكوز البنتوز بيتكون من 5 كربون،
عندي كربون نمبر 1 كربون نمبر 4 بيبتدي الاكسجين يمسك كده ويديني الشكل الخماسي هذا. لما احط الدايميثايل سلفيت على في دي ان ايه بيبتدي يعمل اتاك فقط، يعني هو هيبين اتاك وبيشتغل على البيورين، لكن ما بحط دايميثايل سلفيت فقط بيبتدي يعمل اتاك يهاجم الجوانين فقط. يجي عند كربون نمبر 7 هنا نيتروجين نمبر 7 ويعمل لها ميثايليشن زي ما احنا شايفين. ده بيتبعها ان يحصل بريكج في السي نمبر 8 والنيتروجين نمبر 9، يحصل بريكج زي ما احنا شايفين كده، يحصل كسر البوند اللي موجوده هنا. لما احط البيبريدين بيعمل اول حاجه يروح كسر البوند اللي ما بين سي برايم 1 سي 1 برايم والان 9 هنا، فيحصل ان النيتروجينس بيز ديت يحصل لها ليبريشن تنطلق وتخرج بره الرياكشن ده. تاني خطوه يبتدي البيبريدين ده نفسه يتفاعل مع كربون 1 برايم ويكسر لي البوند ديت بين السي وبين الاو بالمنظر ده، تبقى هنا او اتش. بعد كده بيعمل حاجتين، البيبريدين ده يبتدي يكسر البوند بين 3 برايم كربون مع الفوسفيت هنا وال5 برايم مع كربون مع الفوسفيت هنا، فيبتدي يطلع لي جزء اي دي ان ايه ماسك شابك في النكروتايد ديت، بعد كده يطلعه كله ناحيه 3 برايم ويطلع لي ناحيه ال5 برايم، يبقى كسر لي الدي ان ايه عند النقطه دي. يبقى انا عارف ان اي كسر في الانبوبه ديت هو كان مكانه جي. نفس الحكايه هتحصل لو انا حطيت الدايميثايل سلفيت بس حطيت فورميك اسيد. احنا شايفين احنا هنا الفرق بين الادينين، شايفين هنا مفيش ان اتش 3 لكن هنا موجود ان اتش 2، هنا موجود ان اتش 2، ده الفرق بين الادينين والجوانين، لكن الاثنين فيهم بيورين بيز. لو حطيت فورميك اسيد ففي الحاله دي الدايميثايل سلفيت هيضرب هيعمل ميثيليشن للاثنين سواء الادينين او الجوانين، الاثنين في وقت واحد. لذلك الانبوبه دي انا اتوقع ان يطلع يحصل كيميكال كليفج لسواء الجوانين او الادينين. نفس الحكايه اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، يبتدي يحصل ميثيليشن تتكسر البوند هنا. لما احط البيبريدين يبتدي يعمل ليبريشن للبيز، يبتدي يتحد مع البنتوز شوجر في المنطقه هنا، بعد كده يتبع في الالكالين في الاسيديك ميديوم، يبتدي يكسر البوند هنا نفس الحكايه ويطلع لي 3 برايم بارت و5 برايم بارت اوف ذا دي ان اي. طيب نيجي للبريميدين بيزز، هي سواء السايميدين او السيتوزين. لو حطينا هيدرازين فقط لوحده كده من غير ما احط سولت ولا اي شيء، يبتدي يعمل اتاك لسواء للسيتوزين او السايميدين بالمنظر ده، فيعمل موديفيكيشن للرينج بالمنظر ده، وبعدين تتحول للمنظر ده ويكسر البوند اللي بين السي 5 والاو هنا. ممكن رياكشن يقف لحد كده او ممكن يكمل بالمنظر دوت، وفي الحالتين لما اضيف البيبريدين سواء الرياكشن وقف لحد هنا او وصل لحد هنا، يبتدي البيبريدين يتفاعل مع سي 1 برايم هنا ويبتدي يعمل نفس القصه في الالكالين ميديوم، ويبتدي يعمل ليبريشن لل 3 برايم اند وال 5 برايم اند في الدي ان اي. لكن نفس الرياكشن ده لو زودنا عليه هاي سولت، هاي سولت يعمل بروتكشن للسايميدين فيكسر فقط، ما يكسر فقط المره فوق كان بيكسر السيتوزين والسايميدين، لكن هنا بيحمي لي السايمين فيكسر فقط الايه السيتوزين. زي ما احنا شايفين يمشي نفس الرياكشن بالظبط، وفي النهايه يطلع عندي تتكسر، يحصل هنا بيحصل لينيرايزيشن، يحصل ان هنا بيبقى خط يفتح الرينج هنا، ويبتدي في النهايه يطلع لي ال 3 برايم وال 5 برايم اندز. لو بصينا نيجي نشوف، لو انا هناخد مثال كده في التيوب 1 نخش جوه التيوب 1 نشوف بيحصل ايه. لو عندي دي ان اي طوله مثلا 13 نيكلوتايد 13 نيكلوتايد، اد دي ان اي من هنا ادي 5 برايم اند و5 برايم اند زي ما احنا شايفين فليبلد فوسفرس، فوسفرس مشع، وادي ال 3 اند الناحيه دي. هنبص نلاقي اول حاجه هيحصل اتاك للجوانين هنا، ده الرياكشن الخاص بالتيوب 1.
هيحصل ريموفال للبيز، بعد كده يبتدي يحصل اتاك للفوسفيت جروب، تتكسر البوند دي وتتكسر البوند ديت، والجلوكوز هنا يحصل له لينيراليزيشن، يبقى بدل ما يبقى حلقه يبقى مفرود، ويبتدي هو نفسه يتكسر ويروح بالمنظر ده. فكده يبقى حصل عندي قطع في المنطقه دي، يبقى فصل، يبقى انا عندي الاسراند دي اتفصلت عند الجي، يبقى انا عارف ان الاسراند وات ايفر هنا موجود ايه، بس عارف كان في بعد البيز ديت كان في جي. يبقى انا عندي اول حاجه احتماليه تطلع عندي استراند بالمنظر ده، زي ما احنا شايفين عند هنا كان طوله 13 الاصل، اتشالت عند ال 11، يبقى انا عندي جي ات بوزيشن 11، واتشال اثنين نوكليوتايد هنا اللي هم دول مش هيبانوا في الجل لانهم ما عليهمش اي ليبل، ما عليهمش مواد مشعه. طيب الاستراند الجديده دي نفسها طبعا في منها قابس كتير، جزء منها بيفضل جزء منها بيستهلك. هيجي تاني يحصل اتاك للجي في المنطقه ديت، بعد كده يحصل ريموفال لاثنين فوسفيت هنا، ريموفال للشوجر، ودول يروحوا في الجل، يبقى عندي استراند جديده. يبقى انا عارف عندي الجي اللي كانت عند بوزيشن 8 حصل لها كليفج، وتفضل عندي 7 نوكليوتايد اللي هم دول. هي دي نفسها تخش تحت رياكشن وهكذا، يبتدي يحصل اتاك بالمنظر ده، ويطلع عندي استراند جديده بالمنظر ده. هنا عندي استراند من 3 نيكلوتايد زي ما احنا شايفين، يبتدي برضو فيها جي هنا، يبتدي الرياكشن يحصل عليها لحد ما يفضل هنا واحده، معنى كده ان بعديها كان في جي. يبقى انا عندي يظهر عندي استراندات بالمنظر ده. ده في الانبوبه الاولانيه. نشوف الانبوبه الثانيه. طبعا الانبوبه دي سبيسيفيك، ما هيش سبيسيفيك للجي بس، لكن ممكن تكسر الادينين وتكسر الجوانين زي ما احنا شايفين، هتروح تكسر عند الاي او عند الجي، ودي الاسترانز اللي بتنتج عندي زي ما احنا شايفين كده، يظهر عندي ديت، يظهر عندي ديت لحد اخر واحده، فهي بتكسر اما الاي او بتكسر الجي، فهنلاقي عندي بندات اكتر من كانت الجي لوحدها. لو جينا نقارنهم عملنا الكتروفوريسيس في جيل، اتوقع ان البندات عندي هبص الاقي ان كل البندات سواء اي او جي زي ما احنا شايفين موجود في الانبوبه المكتوب عليها جي اي. طب انا ازاي اعرف اذا كانت البند دي بتاعت اي ولا البند دي بتاعت جي؟ ازاي اعرف؟ لما اجري هنا، هنا معروف ان هو سبيسيفيك للجي بس، فاي بند هنا فهي جي. هنا يا اما ايه يا اما جي، ما ابص هنا ما الاقيش في بند هنا، يبقى دي سبيسيفيك للاي. اجي ابص تاني بند هنا، ابص اعرف اذا كانت جي ولا ايه، ابص قدامها هنا الاقي في بند على نفس المستوى فاعرف انها جي، يبقى دي البند دي تعتبر جي. اخش على البند اللي بعديها ابص الاقيها مفيش قدامها حاجه، يبقى البند دي عباره عن ايه، وهكذا. لو لقيت قدامها بند يبقى هي البند بتاعت السبيسيفيك ديت، مفيش بند هنا تبقى هي بتاعت الجزئيه الثانيه اللي هي الاي هنا. نفس الحكايه لو عملنا نفس القصه مع السي والجي، السي والتي، كل حاجه هنا في الانبوبه دي هتبقى يا اما سي يا اما تي. طب اعرف الفرق بينها اذا كانت سي ولا تي ازاي؟ لو قصادها بند عند السي فتبقى البند دي خاصه بالسي، مفيش قدامها بند هنا تبقى البند دي خاصه بالتي، وهكذا. لو جيت جريتهم في جل واحد بالمنظر ده، فالجل عاده بنقراه من تحت بالمنظر ده، هيطلع عندي البندات بالمنظر دوت، وهنا البندات بالمنظر ده، نشوفها في جل اشيك شويه. فلو جريناهم تيوب 1 وتيوب 2 تيوب 3 تيوب ايه، هنا فيها جي، هنا جي ايه، هنا سي تي، هنا تي. الجل عاده بنقراه سيكونسنج جيل ار ريد فروم ذا بوتوم تو توب، بيقرا من اسفل لاعلى، يعني عشان ايه؟ الصغير هو اللي بيبقى بيبتدي من ناحيه دي، ده ناحيه الفوسفورس زي ما احنا شايفين، اللونج فراجمنت بتبقى فوق والشورت فراجمنت بتبقى تحت. فلو بصينا هنا هنلاقي عند التيوب نمبر 4 فيها تي، وهنا السي تي موجوده، وقلنا لو اتنين بند هنختار مين؟ هنختار اللي هي تبقى سبيسيفيك للتي. يبقى اول نيوكليوتايد عندي هي التي. نطلع هنا ما فيش حاجه، هنلاقي عند التيوب اللي هي مكتوب عليها جي، مكتوب على جي ايه، هنلاقي الاثنين بند موجودين. طالما الاثنين بند موجودين انت هتبقى خاصه مين؟ بجي، فيبقى البند دي معناها النيوكليوتايد دي جي. نطلع خطوه هنبص نلاقي هنا موجود عند السي تي والتي، هنا موجود في السي تي بس، يبقى معناها هنا خاصه بالسي، يبقى البند النيوكليوتايد دي سي. اطلع خطوه ابص الاقي عند الاثنين بند زي ما احنا قلنا هتبقى خاصه بالجي، اطلع كمان خطوه ابص هنا مفيش حاجه،
وبص هنا هلاقي البند موجود عند جي ايه مش موجود عند جي، يبقى دي خاصه بالاي فقط. اطلع هنا عند البند هنا فبص لقى الاثنين موجودين جي ايه وجي، تبقى خاصه بجي. اطلع خطوه هنا مفيش حاجه، هبص لقينا السي تي والتي يبقى هنا معناها انها خاصه بالتي. نلاحظ ان انا لو الانابيب بتاعت السي والتي فيهم بندات ما الاقيش هنا عند الاي والجي بندات، ولما يكون في اي او جي او الاي والجي موجودين مع بعض ما الاقيش بندات. حتى هنا الاي بس موجوده لوحدها ما الاقيش حتى في السي، ولو هنا البندين دول موجودين ما فيش حاجه قدامها، لو بند واحده ما فيش حاجه قدامها. ده عشان خاطر نبقى فاهمين ان دي بند واحده بس اللي موجوده، وهكذا يقرا بالطريقه ديت الجل. ايه الادفانسز والديس ادفانسز للكيميكال ميثود؟ المميزات والعيوب: نو بريميتيور ترمينيشن ديو تو دي ان اي سيكونسنج، سو نو بروبلم ويز بوليميريز تو سينثيسايز دي ان اي. هنا ما بيبقاش عنده مشكله، انت عارفين في مشكله ساعات الدي ان اي، الدي ان اي بوليميريز ممكن وهو ماشي كده يبطل قرايه، يعني في الطرق اللي احنا هنشوفها بعد كده يوقف كده فورمل لحاجه مش سبيسيفيك، ودي بتبقى مشكله ما بقاش عارف اذا كان هو واقف فعلا ولا في مشكله. Stretches of DNA can be sequenced with which cannot be done with enzymatic method. الستريتشز دي بتبقى صعبه للدي ان اي بوليميريز ان يقراها، في الكيميكال ميثود بتبقى سهله. الديس ادفانشز نوت وادلي يوزد، ما بتستعملش بطريقه واسعه قوي. يوز اوف راديو اكتيفيتي اند توكسيك ماتيريال، كل الحاجات المستخدمه ديت عباره عن توكسيك ماتيريال، مواد سامه وبتبقى بيستعمل مواد مشعه. لو لخصنا الطريقه بتاعت الكيميكال كليفج ميثود: فيرست ذا دبل ستراندد فراجمنت تو بي سيكونسد از ايزوليتد اند راديو اكتيفلي ليبلد ات 5 برايم اند ويز فوسفورس 32 اللي هو الفوسفور المشع. يبقى انا عندي اول حاجه الدي ان اي ده بيتحضر وبعمل له ليبلنج. ذا فراجمنت از كات زين كات ويز ريستريكشن انزيم اند ذس ذا ليبل از ريموفد فروم 1 اند. باجي عند 1 اند كده اقطعها، يبقى عندي 1 اند موجوده اللي ليبلد بس. The fragment of DNA with one end labeled is denatured. عندي هنا بعملها denaturing عشان ايه؟ لازم الدي سيكونسنج لازم يكون ايه؟ denatured strand، يبقى عندي strand مفتوح، ما ينفعش دبل strand يحصل لهم دي ان اي سيكونسنج. بيبقوا قافلين بعض، ما الرياكشن ما بيتمش. Four identical samples of this end labeled DNA restriction fragment are subjected to the chemical cleavage at different chemicals. بنعمل أربع أنابيب ونعمل الاربع رياكشن اللي احنا قلناهم. There are four specific sets of the chemical reaction that selectively cut the DNA backbone at G only, both A and G, C and T, or C only residues. زي ما احنا شايفين الاربع انابيب بتبقى G specific، بتبقى specific ازاي؟ بحط دايمسال سلفيت ومعاه بيبريدين فقط. طب عشان تبقى G جوانين وادينين بعمل اسيدفيكيشن للميديوم في الانبوبه الثانيه باسيد ضعيف كده زي الفورميك اسيد، ده بيخلي الدايمسال سلفيت والبيبريدين يعملوا اتاك لبوس للجوانين والادينين. ثالث انبوبه بنعمل اتاك للنيوكليوتايد البيرميدين بيزز اللي هو السيتوزين والصايمين بالهيدرازين، وبعد كده بنعمل بيبريدين زي ما احنا شايفين زي ما قلنا بيكسر الفوسفيت جروب. لكن لو عايز اخلي بس الرياكشن يمشي على السيتوزين بس بحط هاي سولت عشان يحمي الصيمدين من الرياكشن، وده في الانبوبه بيبقى الرابعه. For each labeled chain to be broken only once، يبقى كل تشين بتتكسر مره واحده في المره. The reaction are controlled. The labeled sub fragment created by four reaction have phosphorus 32 label at one end. يبقى انا عندي نتيجه الرياكشن ده اللي حصل في الانبوبه، يبقى عندي ناحيه فيها فوسفور، وده المهم جدا صوم مشع عشان اقدر اشوفه على فيلم بتاع اكس راي. ذا كيميكال كليفج بوينت ات ذا اذر اند، وعلى الناحيه الثانيه الكليفج اللي حصل نتيجه التفاعل الكيميائي. ذا رياكشن برودكتس ار سيبريتد باي بولي اكريلامات جيل الكتروفريسز ويتش از بيزد اون سايز. يبقى انا بجري على جل، والجل ده بنعمل جل بكونسنتريشن عاليه وبيبقى فيري ثين وبيبقى فيري لونج، يبقى طوله حوالي 60 سنتي وبياخد عند فولت 2000 فولت تقريبا، وده بيخليه لي يفرق بين يعني لو عندي دي ان اي ودي ان اي يفرق بينهم بيز واحده يقدر يفرق بينهم. وطبعا سمولست فراجمنت جوز فاستر، الفراجمنت دي الصغيره بتمشي اسرع من الكبيره.
The Leber fragment in the gel are visualized by autoradiography. بنحط عليها الفيلم الاكس ري ده وابتدي تعمل اشعاع في الفيلم ونحمض الفيلم وابتدي نشوف السيكونس. The sequence is read from bottom to the top of the gel. بنقرا الجل مش من فوق لتحت، لا من تحت لفوق. وشكرا لحسن استماعكم، ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه في محاضره من محاضراتنا في البيزك بايوتكنولوجي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.